طيب. شوف الآن في عملية غزو هلالي للسيطرة على كل شيء، وياريت هذا الغزو أنهم يجيبون هلاليين عقول مميزة وكفاءات إدارية، مجموعة مشجعين من المدرجات يجيبونهم لنا في اتحاد الكرة والرئاسة العامة للرعاية الشباب. فالعملية الآن غزو هلالي للرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم من الرئيس العام وكل وتحداه يثبت وبنعطيها الأسامي. دعم مين؟ بدعم من الرئيس العام. الغزو اي للجان ولل الكلام اللي تقوله ترى ما هي كلام. انا هذا هذا كلام إنش... ما في شيء، ما في يا شيخ كلام وكلام خطير اللي تقوله. هذا صحيح. اعضاء مجلس إدارة نادي الهلال في عهد عبد الله بن مساعد الحين راح نشوف وينهم كلهم، في الرئاسة العامة وفي اتحاد الكرة. دبروها عادة. فاحت فاحت فاحت.